رحيم ابنائي وبناتي طلبه وطالبات المرحله الابتدائيه الصف الاول الابتدائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله بمشيئه الرحمن هناخد حرفين اتنين، حرف اللام وحرف الايه الحاء. نبدا على خير باذن الله وخليكم معانا. اول حاجه هنعرفها ان الحرف بيبقى فيه بالفتحه وبالكسره وبالضمه وبالايه بالسكون. بالفتحه وبالكسره وبالضمه وبالايه بالسكون. السكون بتبقى دايره صغيره، والفتحه بتبقى على الحرف، والكسره بتبقى تحت الحرف، والضمه بتبقى واو ايه صغيره. يلا شطار معانا كده، اول كلمه اسمها ايه؟ لحمان. 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 اللام عليها ايه يا حبايبي؟ اللام عليها ايه؟ شطار. الكلمه الثانيه اسمها ايه؟ لسان. لسان. اللام تحتها ايه؟ كسره. يا اماني اللام تحتها كسره. لسان فمد بالايه؟ لسان فمد بالايه؟ الالف. اللسان عضو التذوق وعضو الكلام اللي احنا خدناه في اكتشف. طيب بعد كده كلمه في اسمها ايه؟ لعبان. اسمها لعبان. 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 اللام عليها ايه يا حبايبي؟ ضمه. اللام عليها ايه يا ميرفت؟ ضمه. لعبان. طيب بعد كده اخر كلمه في ملعبون. ملعبون. ملعبان. ملعبان. اللام عليها ايه؟ سكون. لا البت اماني شاطره. لعبان. لعبان. اللي فاتت لعبان كده، وبعد كده اسمها ملعبان. ملعبان. اللام عليها ايه؟ سكون. يبقى خدنا حرف اللام بالحركات بتاعته، الفتحه والضمه والكسره والسكون. بعد كده ندخل على حرف الحاء اسمها حقلون. 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 الحاء عليها ايه؟ فتحه. حقلون. حقلون. جمع حقل ايه يا اولاد؟ حقول. جمع حقل حقول. طيب بعد كده كلمه اسمها ايه؟ حصان. 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 الحاء تحتها ايه؟ كسره. وهي فيها مد بايه؟ بالالف. الكلمه اللي بعدها اسمها ايه؟ حوتان. 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 الصبيان اشتغلوا معايا شويه. حوتان. 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 الحاء عليها ايه؟ ضمه. ضمه. وفيها مد بايه من الفتح؟ فيها مد بالايه؟ اخر كلمه في حرف الحاء اسمها نحلتان. 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 الحاء عليها ايه؟ نحلتان. نحلتان. كده دي كلمات بالفتحه وبالضمه وبالكسره وبالسكون في حرف اللام وحرف الحاء. تعالوا نحل مع بعض تدريبات ونركز فيها. نقول لا ولا لو ولا لي ولا ال؟ لحمان. تبقى ايه بقى؟ لحمان. عندها ايه فتحه؟ هنختار اللام اللي عليها فتحه دهية، تبقى لحمان. 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 حد شاطر من الصبيان بقى يقول لي ده هو حبل. 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 اللام فين؟ في الاخر. محمد عباس الشاطر، حبل اللام في الاخر، فبنحط نقطه كده عشان نحدد الحرف فين في الكلمه في الاخر. ده هي رسمه قلوب. دي رسمه ايه يا اولاد؟ قلوب. قلوب. اللام عليها ايه بقى؟ قلوب. قلوب. اللام عليها ضمه. طب العلامه ده اسمها صح؟ صح يا ميرفت. الحاء فين؟ الحاء في الاخر. برافو. اخر كلمه اللي هي حوت، الحاء عليها ايه؟ فتحه. فتحه. ايه الحاء عليها ايه؟ ضمه. حوت. حوت. لا الحاء عليها ضمه كده اهو. طيب الكلمه اللي بعدها دي تتكون كلمه ايه؟ به وحاء ولا؟ برافو يا رحيم. حاء يبقى حب لون. حب لون. وده اسمه ايه؟ نح لون. نح لون. ده باختصار شديد جدا جدا حركات الحروف بتاعتنا ونوعيات من الاسئله. خدنا حرف اللام وحرف الايه وحرف الحاء ببساطه. نشوفكم ان شاء الله في درس جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه وامنه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.